السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله حنشرح تطبيق أو تصميم تطبيق الصلاة، تحديد من تجب عليهم الصلاة. طبعا في الصلاة معروف في الدين أنها تجب يعني كفرض على البالغ، البالغ تقريبا 16 سنة أو ما نحو ذلك، لكن على 10 سنوات يوجه الولد أو البنت للصلاة وممكن يعذر بالضرب من باب انه يتعود على الصلاة، لكن لا تكتب عليه انه هو ضيع الصلوات. وقبل 10 لا يضرب، تمام؟ على السبعة، على 7 صلوات يطلب منه انه هو يعلم، تمام؟ فالتطبيق الحالي الهدف منه ان احنا نستخدم الديت تايم بيكر، نعرف نتعامل معاها. فاحنا حنطبق زي ما احنا شايفين الشاشة اللي قدامك. اول شيء عايزين نعمل عنوان للتطبيق او للفورم الاول، هل تجب عليك الصلاة؟ من التكست هنيجي هنا نكتب هل تجب عليك الصلاة، تمام؟ طبعا زي ما بأكد انا انه هذا الشيء فقط من ناحية برمجة، لكن الحكم الشرعي موجود بالتفصيل، هخليه انا في كومنت او في تحت في الديسكريبشن ان شاء الله، تمام؟ طيب الجزئيه الثانيه ان انا عايز احط ليبل، اكتب فيه عنوان التطبيق، ليبل اكتب فيه عنوان التطبيق، هاي ليبل، وهكتب في الليبل هل تجب عليك الصلاه، تمام؟ واحطه مكتوبة كده، تمام؟ تحديد من تجب عليهم الصلاة أو هل تجب عليك الصلاة، مش مشكلة. الآن التكست، نوع التكست، بنيجي على الفونت وبنختار من هنا مع بعض، بنختار العدد. أنا استخدمت خط اسمه حسين ألجيريا، تمام؟ واخترت خط 12 تقريبا، هل تجب عليك الصلاة، تمام؟ طيب بعد كده عايزين في الرسمة مكان نختار فيه الميلاد، بدي اخد برضو كمان ليبل واكتب فيه اختر من فضلك تاريخ ميلادك، هنا اختر او حدد تاريخ ميلادك، تمام؟ طبعا عايزين اللاين يكون يمين وشمال وما شابه، هذا كلام كله من هنا، رايت تو ليفت، ليفت تو رايت، تمام؟ بقول له عايز رايت تو ليفت، وبختار كده وبحطها. وعايز تغير في الخط بنغير، هو هنا مخليه بولد فانا بخليه بولد، بعلم عليه. ومن الفونت، من الفونت بقدر اضغط هنا او هنا واختار ان البولد يكون ترو، تمام؟ اوكي. الان بناخد التايم بيكر، هاي التايم بيكر هنا تايم بيكر، الديت تايم بيكر، عفوا الديت تايم بيكر، ايها اسحبها وبحطها هنا، الها الشكل اللي قدامك. طبعا الها خصائص، لو عايز انت برضو تخلي الشكل يطلع غامق بامكانك، عايز تغير الكتابة بتغير زي ما انت عايز، تمام؟ زي ما انت عايز، عايز تغير الأشكال ما فيش مشكلة بتغير، عايز تخلي الباك كالر مختلف ممكن تخلي أي شيء. هاي التفاصيل موجودة، تفاصيل فورمات عامة موجودة. في كمان ممكن تحدد أقصى تاريخ وأقل تاريخ، الفترة اللي انت عايز فيها لو كان التطبيق بيلزمه، تمام؟ يعني هنا مثلا الماكس ديت قديش عايزه، 31 كام، المينيمم برضو موجودة، الفورمات عايزه يكون لونج ولا يكون شورت ولا يكون بس وقت ساعة، تمام؟ عايز شورت، اي الشورت، عايز لونج بيحطه بالارقام، عايز كاستم وانت تقعد تعدل فيه من داخل البرمجة بتعمل، احنا عايزينه بصيغة اللونج، تمام؟ وما شابه. طب عندك هنا الاشياء كلها موجودة.
فاحنا عايزين تاريخ، هذه عايزين نصغرها شوية، تكفي بالطريقة هذه كده. بعد كده عايزين الزر اللي نضغط عليه بحيث انه انا لما اضغط عليه يطلع لي نتيجة، يقول لي والله تجب، لازم ان انتم الان توجهوا للصلاة. تمام، هي المقصد بتجب هنا يعني مش الفرض، لكن هل تجب انه احنا نوعيه على الصلاة ونضربه لو ما صلاش، ولا لا تنفيذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الان ناخذ بوتون، تمام، وبنحط على البوتون النص اللازم، هل تجب. تمام، بنفس الشيء بالطريقة هذه، التطبيق او الشاشة زي ما احنا عايزينها. طبعا هنا انا بقدر استخدم كده، احدد ب زي ما انا عايز، او بلتزم بنفس الفورمات وبحط التاريخ اللي انا عايزه. هنا في النوفمبر بطلع بنزل بيعلم الي الاشهر، تمام، وفي السنوات يا بكتبها بإيدي يا أيضا بأطلع بأنزل بالأسهم، تمام، زي ما احنا شايفين، يا إما بكتبها بالسنوات مثلا 1900، 1900 عفوا 1980 مثلا، تمام، أو 2000. فبالحالة هذه بيكتبها، أو إن أنا آخد زي ما قلت لك بنضغط على البيكر وبنختار الوقت اللي احنا عايزينه، تمام. وعايزين نضغط بعد كده على هل تجب، يطلع لي الرسالة. في التطبيق في الفيديو الجاي إن شاء الله حناخد البرمجة اللازمة لهذا التطبيق. يعطيكم العافية.